السلام عليكم، دايرين؟ لاباس عليكم. غادي ان شاء الله انا نخيط معكم هذا المونطو. اول حاجه غنبداو بها هي الجياب. هنا راه مطراسيه الجياب. غادي نجيب هذه القطعه هذه ديال الجيب، غنجيب وحده وغادي نطويها هكا واحد 4 سنتيم، وغادي نجيبها وهاد الزايد ديالها غنردو لهاد الجهه هذه، ونحط الوجه عندي كيشوف للفوق. وهاد 4 ديال السنتيم اللي طويت، 4 ولا 5 طويو على حساب، باش ما تجيكم باش ما الخياطه ما تبقى لكم شايطه هنايا واحد سنتيم ونص في هاد البلاصه هادي. صافي، ونجيو نحطوها في هاد الخط هذا، الخط هذا اللي من هنا، ماشي هذا، هذا راه جيب باسبوال. راني خادمه معاكم اكثر من مره، خادمه معاكم بزاف ديال المرات، كنبغي نعاودو معاكم باش تزيدو تفهموا اكثر. صافي، ونحطوه هنايا على الطريقه هذه. هانتي هاد 5 اللي طويت ديال السنتيم راه هي اللي من التحت، وهذا الوجه عندي من الفوق. غادي يجي غادي نطراسي 3 ديال السنتيم ديال اللي غادي نخيط ديال الجيب اللي غتبقى لي خارجه. غندير 3 سنتيم، صافي. هنايا غادي نخلي واحد 2 سنتيم زايدين هنا الفوق، باش مين نقلبو هذا من هنا غندوزو السورجي. غادي نشدو هكا بالبانكات باش ما يتحلش. صافي، غادي نجيب دابا بانكا وغادي نغرسها في هنايا في هاد القنت هذا، مع هاد القنت هذا، هاد القنت مع القنت هذا اللي وريتكم. غادي نحشي لي البانكا هنايا باش نعلمو، وغادي ندخل في هنا من تحت الصباط. صافي، فين حاشي هذاك البانكا غادي نحشي لي برا ديال الماكينه. هنا نبقى غادا كنخدم، نحاول نخدم هذه الخياطه دوز لي عليها هاد الطراساج اللي عندي هنايا، وغنحبس هنا في هاد البلاصه هادي. هنا غادي نحبس هنا في هاد البلاصه. صافي، هذه هي الباندا اللي غتقلب ليا هكايا. دابا غنجيب هاد القطعه هادي ندير لها هكا، وغنجيب القطعه الثانيه ديال الجيب ونحطها هنايا. هنا جبت القطعه الثانيه هي هادي، غنحط الوجه ديالها لهنا، الوجه ديال الثوب، باش مي غادي تقلب مي غادي تخيط وتقلب لي غيجي الوجه هو اللي كيبان. هنا غادي نهز هاد الشي هذا، وغندوز الخياطه على هاد الخط هذا، غنحطو هكايا، غنعلم هنايا. من هنا غادي نبدا الخياطة. صافي، كما شفتو هنا غادي نغرس ليبرا كما درت قبيلة هنا فهاد القنت هذا، فهاد القنيت هذا غادي نحشي ليبرا هاد الماكينة وندوز بالخياطة هنايا. صافي، غنحاول ندوز على هاد الخط هذا، غنبقى غادا انا كنخيط وانا كنشوف هنايا. ندخل هنا واحد 1.5 سنتيم من هاد التوب هذا. كما شفتو هنا راه كيجيونا متقادين من هنا كذلك. هنا جيت غنقلب الثوب، قلبتو على الكفة كما شفتو هنا الخياطة. غادي نجي للوسط الخياطة وغادي ندير هكايا شقاي شقيقة. صافي، وغادي نحشي المقص
هنا فين عندي الخياطه غادي ندير هنايا بحال داك المثلث، وهنايا غندير مثلث. حاول نشد الثوب من الداخل بالي من الطعم نفس الثوب صافي. وغنحبس حد الخياطه نيشان، ما نقيسش الخياطه ما نقيسهاش. صافي هذا المثلث ديالي كنحبس حد الخياطه نيشان، وما نحاول ما نقيسش الخياطه ديالي. دابا غادي نجي هاد القطعة هادو اللي خيط، هذا اللي خيط التالي هو هذا غادي نحشيه. هذا هو الجيب ديالي كنحاول نقادو. صافي هذا هو الجيب ديالي، وغادي نشد هنايا مي غادي نقادو هنايا، غادي نجي لهنا وغادي نشد هاد المثلث اللي عندي هنايا، غادي ندوز عليه بالخياطه. غنخيط الجهه الثانيه ونشد هنا ونشد هاد المثلث. صافي دابا غنولي نخيط الجيب من الداخل، هذا هو الجيب باسكوال ديالنا. هاد القطع ديالي بجوج هنايا كما كنفصلهم معاكم كنديرهم غير مستطيلين، حتى كنخيط انا عاد كنقادهم. كنجي لهنايا فين عندي الخياطه كنبدا من هنا كنخرج على الخياطه غير واحد السنتيم صافي، وندور الجيب ديالي صافي. هذا هو الجيب ديالي غندور معاه بالخياطه. دابا الزوائد هذه نقص منها الا كانت كبيره بزاف. صافي هذا هو الجيب ديالنا، هاد الزوائد هادو غادي نطيرهم كاملين وغندوزو بالسورجي. صافي هذا هو الجيب ديالي، ولا غير نطيرو هاد الزوائد على حساب عندي انا الدوبلور. دابا واخا ما ندير لهمش السورجي ماشي مشكل، فاش كيكون المونطو بلا دوبلور ضروري ندوزو لهم السورجي. صافي هذا هو الجيب ديالنا، هنا غادي نمونطي الكتاف. غنجيب هاد الطوفه ديال الامام هنايا، راه درت التركيز عند التركيز. انا لصقت الطوفات من الكتاف، غادي نجي نلصق هذا التبطين ديالي. هذا هنايا دايره الوجه عند الوجه هنايا، هذا هو التبطين ديالي. غادي نبدا الخياطه من هنا على حساب الكول، غادي يكون عندي هنا لاصق. غادي نبدا من هنا، غادي ندخل هذه الحاشيه هذه اللي فيها هذه العيون فيها التقيبات هذو ديال الخياطه،
غادي ندخلهم وندوز بالخياطه ديالي من هنايا. غنجيب الجهه الثانيه حتى هي غادي نشدها بحال غادي نخيطها بحال الجهه الاولى. هنا غادي نصاوب الكم هذا الوجه، ندير الوجه عند الوجه وغادي ندوز بالخياطه من هنا. ندير هكايا فيها كرانات باش يجيني ضاير. نقسم هاد الزوائد لداخل باش ما يبقاوليش من برا باينين. هذا المنتصف ديالو غادي نلصقو هنايا، هذه الدوره ديال الظهر هي هذه، راني دايره كرانه هنا في الوسط غادي نلصقها هنا معاها. هذه الكرانه مع الكرانه وغنشد بالبانك. هنا منين بديت التبطين ديالي بديتو من هنا، هادي هي الخياطه ديال التبطين، هذا هو التبطين ديالي. نجيب هاد السجفه ديالي ديال الخلف ونلصقها هنا مع التبطين، مع التبطين هنا ديال الامام هو هذا، هذا هو التبطين اللي لصقت مع الامام، ها الخياطه اللي درت. دي داك 7 سنتيم اللي كتكون مع الكتاف هي هادي، هادو راه غيجيو مع الكتاف هاد الخياطه هادي. غادي نشد هنايا وغندوز عليها بالخياطه. مشتو هكا صافي. هنايا غادي نجيبها مع الخياطه اللي درت هنا مع مع التبطين، غادي نشد هنا بالبانكا. هاد السجفة هادي اللي لصقت، هاد الخياطة اللي عندي هنايا اللي خيطت هنا، راه غتجيني مع الخياطة ديال الكتاف. هاهي الخياطة ديال الكتاف ديالي هي هادي، غتجيني هنايا مع نيشان. هذا الكول راه في الوسط، هذا الكول ديالي هو دايس هنا في الوسط بين السجفة التبطين وبين هذا الكتف ديال الدوفات. هنا ندير الخياطة مع الخياطة وغنشدها بالبانكا. الجهه الثانيه غنجيب الكول ديالي عاود هنايا، هنا نقادو هاد القنيتات هادو، هاد الدوره ديال الكول صافي. وغندير هاد الخياطه هادي مع الخياطه هنايا.
هنا الخياطه ديال الكتف مع الخياطه ديال هاد السجفه اللي لصقنا. صافي غادي نخيطها هنايا بربعه بهم نشدو وندوز عليهم بالخياطه. نخرج هذا القنت، هذا نخرج مزيان. هذا الكول ديالي كيجي حتى هو كروازي هكا. هنا يجي قد قد كما شفتوا هكايا. صافي دابا غادي ندوز نقسم هاد الزوائد اللي عندي هنايا باش ما يبقاوش غلاضين. هنا غادي نمونطي الكمام، جبت لكم ديالي انا راه دايره له في المنتصف كرانه، وهاد الجهه هادي اللي كتكون عندي كنكون معلمها كنقص من هنايا واحد السنتيم، راه هي اللي غنديرها من الجهه ديال الامام. هنا غادي ندير هاد الكرانه هادي، ديرها هنا في الخياطه ديال الكتاف. صافي غادي نبدا الخياطه ديالي من هنا، نشد سنتيم ونمشي معاه. صافي غنلصق الجهه الثانيه. هنا غادي نمونطي الكمال ونهبط مع الجناب. هنايا غادي نحل هاد الخياطه هكا وندير الخياطه عند الخياطه. صافي غادي نخيط الجهه الثانيه. هنا غادي نلصق هذا الدوبلور، هذا لوجه، غندير هنا لوجه عند لوجه. هاد الجهة هادي اللي غتكون جهة الأمام، هادي اللي كتكون ناقصة هي اللي كنديروها من الجهة ديال الأمام.
نو غادي نصاوب داك الخراص اللي كيدارو ديال الحزام، قطعت انايا في 4 سنتيم في العرض، والطول كديري على حسب الطول اللي باغا. صافي كندخل سنتيم هكايا، سنتيم منا وسنتيم منا، ونطوي عليها عاود. هنايا غادي نهبط من هاد البلاصة هادي تحت الابط، هنايا غادي نهبط واحد 12 سنتيم، هبطت من هنا 12 ونحط هاد الحزام ديالي هكا، نطوي واحد السنتيم الداخل نحطو هنايا، ندوز عليه بالخياطة، عاود نولي نطويه من هنايا سنتيم، ندوز عليه بالخياطة باش نحشي الحزام ديالي.